وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. السوبر يحرم بعثة الأهلي من النوم في الإمارات، والبدري اللقب بداية لموسم أسطوري. حسام البدري في حوار سوبر: أخطط للتتويج الإفريقي وهدف الحفاظ على الدوري والكأس. الشروق: البدري للاعب الأهلي، السوبر بطولة وانتهت. وأخبار الرياضة: من بيبو للبدري، البداية سوبر والمونديال قمة الآمال. أما مجلة الأهلي: الخطيب وأعضاء المجلس يهنئون الأبطال ويواصلون مباحثات مشروع القرن في السعودية والإمارات. ومع المصري اليوم: كلاكيت عاشر مرة، الأهلي سوبر. وفي جريدة الوفد: محمد الشناوي يدخل دائرة اهتمامات منتخب مصر. ويلا كورة: أحمد أيوب، سنعير بركات والصفقة السوبر حقيقية. وفي الجول: العمري فاروق، استاد الأهلي مشروع كاد. واليوم السابع: البدري وثلاثي الأهلي ينتظمون في مران اليوم بعد رحلة دبي. يورو سبورت عربية: مؤمن زكريا، حققت أفضل ختام مع الأهلي ولم أرحل من أجل المال فقط. ده كان آخر خبر معنا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.